لطفوا قليلا لو تكلمتم شيخ صالح عن تقبيل اليدين، كثير من الناس يعبر عن حبه لكبير السن، للعالم الفاضل، للوالدين بتقبيل اليدين مثلا. ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس به، لا بأس بتقبيل يد الوالد او يد العالم او الكبير، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا وعفونا اليكم.